في الفيديو بتاع النهارده هنتعلم شوية صفات جديدة وهنستخدمها في ان احنا نوصف الستات، بالذات الستات المتجوزة، عشان تفتكرها والمعلومة تثبت وما تنساها. اول كلمة معانا هي كلمة spender. spender جاية من spend، فspend بمعنى يصرف، يبقى spender معناها ايه؟ مصرف. دي الست المسرفة طبعا اللي مخلصة على الميزانية، فالنوع ده لو مناسب ليك، لو انت معاك فلوس كتير يا معلم خلاص يبقى جو اهيد، يعني ما فيش مشكلة. اوكي، spender. الدوميننت، دوميننت صفة بمعنى مسيطر، والنهارده بنتكلم على الستات فتبقى الست المسيطرة. دي بقى هي اللي بتذبح لك القطة في اول يوم جواز. الشرود، اوكي، وده اللهم احفظنا. شرود يعني ست، شرود ست شلق يعني واحده صوتها عالي واجريسيف، عدائيه جدا، اللي هو انت مثلا داخل بالليل كده بتقول لها بيبي معلش بعد اذنك ممكن اكل، ممكن اتعشى، انت عملتي لي العشاء وانت اتشليت، ما تقوم الاكل عندك في المطبخ. ويا سلام لو دوست لها على طرف تفرج عليك ام لا اله الا الله وتنزل الفيديو كمان على الفيسبوك. سبمسيف، ودي عكس بقى دوميننت اللي احنا خدناها، اللي هي كانت تاني صفه. الست السبمسيف دي ست مطيعه خالص، تشيلها من هنا تحطها هنا، ما بتفتحش بقها، سايلنت. بيكي دي الست اللي موسوسه في التفاصيل وفي النظافه وفي كل حاجه. سكيبتيكال دي الست الشكاكه، دي ممكن تبهدلك الدنيا خالص، بتشك في أي حاجة وفي كل حاجة. شمامة طبعا برضو نقصد، يعني تشم الهدوم داخل طالع، مع الحسابات بتاعت الفيسبوك بتاعك في أي وقت تقولك اديني الموبايل بتاعك. الست السكيبتيكال، وأنا النوع دوت يعني بيعدي عليا. سبويلد أوكي، يعني البنت المدلعة اللي هي بابي ومامي، وما تاكلش العيش الفينو غير مثلا لو لازم يبقى عليه سمسم. احنا بنتكلم على الستات بس ممكن نقول مدلع، الصفه في الانجليش تمشي راجل وست، مدلع ومدلعه. spoiled. talkative يعني حد رغاي، ورغاي بطريقه مش لذيذه. اوكي، talkative. اصيله، بنت الاصول. الله، النوع ده كويس جدا يا جماعه، النوع ده كويس جدا وبيعيش ومع ضمان. devoted wife. shallow minded يعني تفكيرها محدود تمام وعدى كل الحدود. الحمد لله. عايز اقول لك من صغري على فكره في المدرسه كل المدرسين بيقولوا لي يا حزلوم انت ذكائك محدود وعدى كل الحدود. دراماتيك، وست دراماتيك اللي هي الدراميه اللي بتعمل من الحبه قبه او من اقل حاجه ممكن تعمل موضوع. مثلا نسيت تجيب لها في عيد ميلاد مامتها هديه مثلا او اي حاجه، مع اني مش فاهم ايه علاقه عيد ميلاد مامتها بالموضوع، فتلاقيها قلبت الدنيا وتقول لك انت ما بتحبنيش ومش عارف. النوع الرومانسي، اوكي، وده بالانجلش رومانتيك. احبوش يتفوز. انت دلوقتي تقفل الفيديو وتراجع، رايح واقف قصاد مراتك وتقول لها الصفه بالانجلش اللي توصفها عشان نمارس مع بعض اللغه، تمام؟ ولو هي صفة وحشة ما تقولهاش انك اتفرجت على الفيديو بتاعي عشان انا ماليش دعوة بالموضوع. Thank you.